هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ايضا متعبه، وشكرا سعيد بن حليس ايضا على هذا التضمير الجميل. اذا متعبه وسلالتي والوال وايضا نوعيه فريده قدم بها بالنص. التحيه تتجدد واللقاء يستمر بكم متابعينا الاعزاء مستمعينا الافاضل محبي هذه الرياضه، رياضه الاباء والاجداد. اشواطنا تتوالى، شوطا ينتهي وشوطا يبدا بما هو جديد. يسير شوطنا الاول للجعدان الصعوبه الذي انطلق قبل قليل لاول مشاركه هنا. تاتي هذه الجعدان بانطلاقاتها وتحدياتها باحثه عن الفوز والانتصار الجميل مباشرة. هنا أسير إلى المركز الأول، إلى مزعل اللي على المقدمة، مزعل اللي على الصدارة، ياتي لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي، بينما المركز الثاني سلاب خليفة بن سالم بن خلفان الكعبي، بينما المركز الثالث وصول من الصيرمي سيف بن معيوب بن سالم الدرعي، بينما المركز الرابع هناك الانطلاقة، هناك التحدي من مزاح لسيف بن سعيد الخريباني النعيمياتي في هذه اللحظات. والمركز الخامس هنا رعد علي بن حليس بن سعيد العفارياتي في هذه اللحظات الجميلة متقدما بهذا الشعار. اتحول الى المركز السادس واجد ناصي عبد الله بن عبيد بن علي الدرعي، ياتي مع ناصي، ياتي مع ناصي. هنا المنافسة التي هنا بدأت، هنا بدأت التحديات الكبيرة. ورعد، رعد اللي على المركز الاول، اللي على الصدارة الاولى، اللي على مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا رعد علي بن حليس بن سعيد العفارياتي مع المركز الاول، والصيرمي بالمركز الثاني، الصيرمي لسيف بن معيوف بن سالم الدرع، ينتقل وتحول الى المركز الثالث وبالرقم ثلاثة. ويا محل الصدف، هذا هو مزعل اللي على المركز الثالث عبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي، اتحول الى مرموق لسعيد بن حمد مطر المنصوريات مع المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس وصولا من شاهين سعيد بن محمد الحب العامرياتي مع المركز الخامس، وسادسا ناصي متقدم لعبد الله بن عبيد بن علي الدرعي. وصل هنا، وصل في هذه اللحظات، هذا اللي قادم في هذا الانطلاق الجميل. هنا ضاري لمحمد بن سعيد بن محمد العامري، وصل في هذه اللحظات مع ضاري 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 ضاري، ولكن اعود الى رعد، اعود الى رعد اللي على المركز الاول، رعد اللي على الصدارة، علي بن حليس بن سعيد العفاري يتقدم بو حمد في هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني مع مرموق اللي على المركز الثاني سعيد بن حمد بن مطر المنصوري. اشتدت المنافسة، اشتد الصراع، اشتد النزاع. الصيرمي قادم في هذه اللحظات لسيف معيوف بن سالم الدرعي، يتحرك مع الصيرمي، ولكن رعد، رعد 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 وارعد رعد وابرق رعد وامطر رعد. الله 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 الله، عبيد بن غدير الوهيبي، شكرا لك، شكرا على هذا التضمير. انطلق رعد علي بن حليس بن سعيد العفاري، سلام منطقة نعمة، سلام على هذا الفوز والانتصار الجميل. لحظات الفوز، المركز الثاني وصل فيه
بدران من وصل في اللحظات الأخيرة لسعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي المركز الثالث. كان هناك مزعل عبد العزيز بن سلطان مدريا من اكتبيا المركز الرابع، كان حاذرا بالمركز الرابع منذر احمد وخليفه بن زاهر الخيلي، والمركز الخامس شاهين سعيد بن محمد الحب العامري. رعد بالفعل انطلق بالفوز، انطلق بالانتصار، انطلق بالتحدي الممتاز. تهانينا والناموس لعلي بن حليس بن سعيد العفاري من اعلن هذا الفوز. 4:25 9 أجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك رعد علي بن حليس بن سعيد العفاري، وشكرا عبيد بن غدير الوهيبي على هذا الانتصار والتضمير المميز. 4:29 3 أجزاء من الثانية. كان بدران لسعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، تهانينا لك على المركز الثاني. المركز الثالث 4:29 4 أجزاء من الثانية. كان هناك مزعل لعبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي المركز الرابع. هناك توقيت الزمن للمركز الرابع 4:29 9 أجزاء من الثانية. منذر من كان على المركز الرابع، هناك منذر لأحمد خليفة بن زهرة الخيالي، والمركز الخامس والتوقيت الزمني 4:30 بالوفاء والتمام. هناك شاهين سعيد بن محمد الحب العامري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.